بص الناس مش مثل بعضها، كل واحد مختلف عن التاني. يعني مش كل ما تطلع موجة بدنا نلحقها كلنا، يمكن اللي بيناسبني ما بيناسبك. يعني بالمختصر ما فيك تحط راسك بين هالروس، لأنه قص الشعر بده معلمية. كمان مرة نحن وياكم رح منروح بهالجولة السريعة على صالات السينما ونشوف مزيد من الأفلام يلي موجودة فيها بخلال هالأسبوع، وخصوصا نحن مقبلين هلأ على ويك أند واختارت لنا إياها قيدة. We're mothers. Just tell her I said I'm coming and everything's gonna be all good. ضمن أفلام هالأسبوع ثريلر ليلا أند إيف، عن والدتين تعرضوا أولادهم للقتل المتعمد وبيقرروا ياخدوا ثأرهم بنفسهم من بعد ما المسؤولين ما قدروا يتحركوا، مع جينيفر لوباز وفيولا ديفيس. وفيلم الأكشن العربي شد أجزاء عن ضابط بوليس بيوقع بمشاكل عديدة تقلب له حياته رأسا على عقب، مع دنيا سمير غانم وياسر جلال. وفيلم الساينس فيكشن سيلف لس، عن رجل غني كتير عم بيعاني من مرض خطير وبيعمل عملية كتير معقدة لنقل عقله لداخل جسم شاب صحته منيحة، ولكن في كتير أمور غامضة تنكشف، مع رايان رينولدز ممثل القدير بن كينغزلي وناتالي مارتينيز. بدي ارجع اذكركم مشاهدينا انه عالم الصباح اليوم حوالي الساعه 12:30 بنوصل نحن وياكم فيه الى الختام. لهالسبب رح ننتقل هلا فورا باخر محطه مع الشيف فريد ضمن ورشه ملح. ما بقى عم بعرف احكي على الجوع او ليك على الروايح الطيبه اللي موجوده هون. يلا هلا بعد شوي بخليكي ترجعي تحكي ركل. رح خليك انت هلا استلم الحكي. اخر شيء هلا عنا تقريبا 20 دقيقه فكلهم لإلك، وفي كثير اشياء بعرف بدك بعد تعملها. ايه اكيد. يلا لكن اول شيء شو عم نعمل؟ الشوربه يلي بلشناها باخر فقره خلصت معنا، بس تنذكر حطينا اول شيء بندوره مقشره، حفرجيكم دغري بعد ما نكون عم نضرب هيدي الشوربه على الخفاقه كيف نقشر بندوره باسهل طريقه ممكن، لكن برجع بعيد نفسي، بندوره بصل ثوم، رجعنا بعدين بعد ما حطيناهم مع شويه زيت زيتون، رجعنا حطينا فوقهم شويه مرقه خضره، حطينا كمان شرحات موتزاريلا، خلينا كل شيء ياخذ على بعضه، اكيد شويه ملح، اكيد شويه بهار، ما حطينا ولا حشيش ولا شيء لانه عم نروح من شغله يلي هي الكابريزي او السلطه الكابريزي التليانيه اللي بتحتوي على الموتزاريلا على البندوره وعلى الحبق، تنوصل لشغله ثانيه كمان مثل الكابريزي نفس الطعمه بس نغير كليا الشكل والملمس، يعني بندوره تبعيتنا مثل ما نكون شايفين بدنا نضربها تصفي مثل شوربه بندوره، الحبق يلي بيجي عادة مورق على السلطة عملنا منه بوزة حبق، هلا بدنا نشوف كيف نتيجة النهائية بدها تطلع، بدنا نعمل شيء مهضوم كتير، شيء اوريجينال كتير، هيك تكون فكرة حلوة بس تكونوا عم تستضيفوا حدا خاصة حدا بيفهم بالأكل كيف تعملوا تتفاجئوه وتيحس إنه عن جد عم ياكل شيء ابتكار، شيء فيه كمان شغل وشي بنفس الوقت فيه فكره وفيه هيك انه الواحد بكون قاعد فكر بهيدي الشغله. لكن بخلص انا سكب الصلصه تبعيتي. عاده بنفكر باشياء جديده شوي فجاه بنلاقي حالنا عم نرجع نعمل الاشياء اللي بنعرفها. ما هي هيك لانه بتبقى هينه. ايه هلا بالنهايه الواحد مش غلط ابدا يكون عم بياكل نفس الملوخيه مثلا، انا ما في فكر كيف بدي ابتكر تعامل الملوخيه، ما بتكر انه الملوخيه ما في اتخيل حالي عم باكل ملوخيه اذا مش يعني بس ما فيك ما تفكر انه ما تاكل ملوخيه، هون الفكره الاساسيه يعني وبترجع لها لانه طيبه. صح مش معقول شو طيبه. اوكي شوربتنا بنحطها تنخفقها، اكيد دائما بنصحكم ما تعبوا للاخر البلندر تبعكم تما اخر شيء تصفوا عم تتطرطشوا، شوي عم بيعذبني هيدا شيء مش منيح. البلندر. رح بلش عصب؟ لا بدنا شوي لا شوي. رح بلش عصب كثير كمان. رواق 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 على الرايق ما بيضايق، هيدي بتعرفيها ولا لا؟ بس رواق كل شيء بيزبط بيقولوا على الرايق ما بيضايق وعلى السريع بيضيع. اوكي
نخفقها بنخليها تنخفق وقت هيك انه خليها كلها سوا تاخذ على بعضها، نرجع هون ناخذ بندوره اوكي، ناخذ السكينه تبعيتنا وعلى الباز تبعيتها او على القاعده تبعيتها نرسم حرف V. شفتوا؟ لكن مره غبشه واثنين ننتبه اكيد ما نفوت كثير بعمق البندوره تما المي تفوت بعمق البندوره، صفي عنا كمان شيء ابدا مش طيب. بيرجع عنا مي مغليه لازم تكون عم تغلي غليان، مش انه شوي هيك بلشت تطلع بول، لا بدنا اياها تكون عم تغلي مزبوط. منسقط البندوره بقلبها، هي اكثر من 100، هي على 100 بتبلش تغلي. هيدي المي تبعيتنا هون لازم تكون بال 140 بالمبدا، ومنعد ل 18. هلا صلنا 9 ثواني، نرجع 10 ثواني، 11 12 13 14 15 16 17. ويلا ما لازم تتعدى ال 25 ثانيه لانه البندوره بتصير تشرب المي، وابدا ملمس تبعها مش طيب. نرجع بنحطها بمي مسقعه كثير او مي مع تلج. هون كنت حاطط الجات تبعي بالفريزر هالقد؟ ايه اكيد لازم عاده يكون في تلج. فينا اكيد نحط مي ونحطها بالثلاجه نفس الشيء. المي تبعيتنا هون حرارة قريبة على الصفر فما في اي مشكله. السر كله بتقشير البندوره بالصدمه الحراريه بين المي المغليه والمي المثلجه، كرمال هيك هلا بنخليها شوي تاخذ وقتها كرمال جلدتها تنصدم مزبوط اوكي، وساعتها بتصير ولا اسهل من هيك. قالت لي اكلت صدمه، خبرتني هلا. شفتي؟ هيك شفتيها؟ شوفوا على الصدمه كيف الفي وصل لهون. هلا بنرجع نفرجيكم كيف نقشرها بكل سهوله. ناخذ سكينه صغيره زغطوره، ايوه زغطوره مهضومه. بهالوقت صار فينا نبلش نفكر نطفي. خلص خليها هيك تروق شوي، بنفس الوقت عندنا صمود. شفتوا كيف بكل سهوله صارت الجلده بتنقم معنا؟ اكيد فينا نشيل كمان من فوق القبوعه تبعيتنا، نرجع ناخذ الجلده. طلعت تطلع مثل ما هي. شفتي كيف؟ حتى ما بدها سكينه، حتى بالايد بالاصبع فينا نقشرها. اوكي؟ طلعت عظيم. سو هيك بنكون تعلمنا تكنيك جديده. بتصور كنت تاني نهار وكان معك وقتها كنت عم بعمل جاسباتشو كمان كنت مفرجه هالتكنيك، بس للمشاهدين يلي ما كانوا عم يحضروا دائما حلو الواحد يرجع يعيد تيبس وتكنيك، خاصه اذا تكنيك هيك حلوه مهضومه ما بتلبك وما بتوجع الراس. صار عندنا بندوره مقشره بيرفكتلي مثل ما نكون شايفين، وعدا عن هيك شكلها بيطلع اجمل كمان بالسلطه. وقت تكونوا عم تحطوا بندوره مقشره الواحد بيشوفها بيقول والله فيها شغل. اوكي بس ما يكونوا طماط سوريز. تخيل، لا طماط سوريز تفقيها على القلب. حرام، بس طماط سوريز فيك تعملي شيء ثاني مع القشر، بنرجع نشوفها بحلقه ثانيه. مزبوط، شيء كثير مهضوم كمان. هلا هون بدل ما بس نحط الصلصه ونقول خلص خلصنا، نعمل كمان رابيل صغير او نذكر شوي بيلي موجود بقلب الصلصه. فينا نقص البندوره تبعيتنا، نقصها هيك شرحات تنحطها اخر شيء بالصحن. هون في عندي بندوره ثانيه كمان كنت تاركها، حنقص كمان نفس الشرحات، نترك البزر بقلبها تيعطيها الحموضه. في رسيتات كثير بنشيل البزر، اما هيدي الرسيت حنترك البزر. اوكي قبل ما نعمل تقديم هيدي الكابريزي او السلطه الصلصه او الصلصه السلطه، خلينا ننتقل هلا لقصه الدجاج. سوب مش صلصه قلت؟ شوربه قصدي. ثانك يو غاده. شفتوا كيف السوشيف مش بس بالمطبخ بيعلم المطبخ؟ واعي السوشيف على الاخر. ما انا كنت عم بعمل تيست. مع انه مش نايمه منيح بس ماشي. يلا كل شيء ماشي. شو جبنا من البراد؟ جبنا نقعة الدجاج اللي عملناها اخر فقرة. نقعة الدجاج برجع بذكركم فيها اكيد الدجاج قطعناها شرائح شوي بين الشاورما وبين الطاووق، يعني جاي بالطول بس ارفع من الطاووق بس اعرض من الشاورما واطول من الطاووق، اوكي؟ هيدي كرمال بعدين هلا تنطبخ معنا بسرعة، كرمال تشرب كمان نقعة بشكل شوي احسن. اوكي. هيدي أول شغلة.
رجعنا حطينا بقلبه البصل الابيض يلي صار هلا اصفر مثل ما نكون شايفين من وراء البهارات اللي حطيناها لها راس الحانوت يلي هن بهارات مغربيه خلطت 26 بهار مختلف. كمان في عندكم ريسيبيات او وصفات لراس الحانوت بتتضمن اكثر من 30 نوع بهار بس بيقولوا معدل 26 بهار صح وبدنا نحفظهم انا مش حافظهم صراحه قصاص لا بليز زدنا عقده صفراء زدنا كمون رجعنا بعدين حطينا عصره لايم حطينا كمان الحامض المكبوس حفرجيكم هلا كيف بيجي الحامض المكبوس وخبركم عنه كيف نعمله فينا نعمله بالبيت اكيد ولا اسهل من هيك بتاخذوا شقفه حامضه تكون كبيره كفايه بترجعوا بتقطعوها اربعه اوكي شوي على شكل صليب بس بتخلوا الطرف يضل مهدى مثل ما نكون شايفين اوكي بهالشكل هيدا بيكون عندكم شقفه الحامض جاهزه كرمال تنكبس منحط بقلبها سكر منرش رشه ملح كمان نرجع منسكرها منحطها بمي فيها حامض مي كمان رشه ملح وكمان رشه سكر منخليها تغلي لمده ربع ساعه نرجع بعدين منحطها على جنب منخليها ترتاح شوي منحطها بمرطبان نرجع نسكب المي فوق الحامض منسكر المرطبان ومنكبسه بتضل معنا لفتره 6 شهور ما في اي مشكله ما تستعملوها قبل جمعتين تتنكبس مزبوط وتاكل شيء ياخذ مع بعضه هيدي بالنسبه للحامض المكبوس يلي بيستعملوه كثير 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 خاصه بالطبخ المغربي روسيتات نحن هون قليل ما كثير بلبنان لا ما بنستعمل نحن بنستعمل اكثر كل شيء خيار مكبوس وعاده بنكبس بالخل بنكبس ورق بنكبس بس انه ايه بنكبس كذا شغله اكيد بس انه عاده الكبس تبعنا بيصير بالخل ايه مزبوط ناخذ هلا طنجره فيها ناخذ ووك الطاجين على فكره معنى الطاجين هو نوع الطنجره اللي بيستعملوه بالمغرب يلي هي عاده طنجره معموله بالفخار وبتجي مع غطا كمان هيك بتعرفيها هيك رايحه على المغرب لا لا بس خلص بعرف بس والله في ثقافه عامه اجت زارتني هي الطنجره حلو كثير بما انه ما عندنا طاجين هون ما بتاثر ابدا مش هالمشكله رح نعملها نحن بالطنجره العاديه حنستعمل ووك أوكي. نغطي شوي فوقها اوكي منبلش زيت زيتون اوكي نرش شوية زيت زيتون نرجع منولع تحتها نخلي زيت الزيتون يحمى مزبوط بيجا هون عنا الخلطة تبعتنا اكيد منحطها تغري حد الطنجرة تنستحكم وبهالوقت بما انه بعد بقين 10 دقايق فينا نبلش كمان نقدم اوكي الشوربة او السلطه او دائما يعني مش عم نقدر نحدد اذا شوربه ولا سلطه هي بنبدا شوربه اليوم يعني خلص متى ما فاتت على الميكسر سلطه معموله بالشوربه متى ما فاتت على الميكسر وصارت مزبوط بس تركي مكونات شوي مثل السلطه اوكي فينا نبلش ارضيه بيستو بيستو كمان بحلقه جايه بدي اقول لكم الريسيبي تبعيتي يلي تعلمتها بايطاليا بمدينه جينوفا أرضيتنا فينا نرسمها بهالشكل هيدا نعطيها هيك شكل مخدوم نرجع منحط شرحات البندورة شرحة اثنين ثلاثة نرجع شوي نمسح لأنه دائما بدنا الصحن يكون مرسوم رسم يكون دائما حلو نرجع هلا صار فينا نجيب بوزتنا بس الزيت هون مبسوط انه جنبك بدك يغلي ما تخاف الزيت ما بيغلي على حراره تحت ال 200 اورايت كرمال هيك بلا شي فرقع لا تخشي معلي ما مشكله لو فرقع بس ما زالوا فرقع تنضرب عصفورين بحجره واحده لا تخشي انت مش مثل الزيت النباتي على فكره بكب اقل من الزيت النباتي ناخذ ملعقتنا الخشب نرجع منوزعهم مظبوط بكل الطنجره
يامي خي بلشت تطلع الريحة. انت بتصير مني كثير اصحاب مع هيك نوع اكلات؟ لا بلا ما في مشكلة. بالعكس انه انا بجرب كل شيء. بتحبي هيك قصص اوريجينال؟ يعني ايه منيح. هيك اليوم انه اذا بتروح على بلد انه حلو تجرب هن دائما السبيسياليتي تبعيتهم، مش كل شيء بيشبهنا يعني. اصلا انت الواحد هيك يحس انه عاش التجربة المحلية لازم عن جد شوي هيك يفوت بالجو كليا. انا بوافق الراي 200%. مش كل شيء بيشبه اكلاتنا وبيشبهنا، فواحد بده سيد. بس حددكم كمان بالنقع حطينا كمان شويه سكر اسمر. هلا بقى نرجع نزيد شويه سكر اسمر. ما بعرف اذا بتعرفوا بس الاكل المغربي كثير فيه سويت اند ساور، يعني كثير فيه مالح مع حلو. صح. بنحط هيك بس رشه ونص من السكر الاسمر تنرجع بس نميه شوي، يكون عندنا صلصة. فينا نحط شوية مرقة دجاج أو مرقة خضرة، مع إنه اليوم استعملنا مرقة خضرة. رح نحط هيك شوية مرقة خضرة على الخفيف يعني، بس تيكون عندنا صلصة الدجاج تبعنا يضل رطب. ما ينشف. يعني ولا حتى كفكير طلع. فينا كمان نزيد ما تبقى من الحامض أو اللايم المعصور. بس شوي. نرجع هلا نخليهم يستووا على مهلهم. فينا نعمل نلاقي شي غطا كبير بس هيك تنغطي شوي عليهم. هيدا الغطا مثلا بيمشي بامتياز. عظيم. نخفف النار تحتها، نخلي الحراره والبخار يطبخوا الدجاج تبعنا تيكون طري كثير. بعد بقي لنا شي 6 دقائق على القد، يعني مرتاحين على القد تنعمل كل شي مثل ما بدنا مثل ما مبرمجين. في عنا هون لكان بوزة تبعيتنا، بوزة الحبق بنحطها. شفتوا كيف طالع هيك كمان عطي لون هيك خضار تاني عن خضار الباستو، فبنكون عم نلعب شوي اكيد بالالوان. وهلا رجع عنا هون الشوربة تبعيتنا. هلا اكيد ما كان بدي اعملها تحت الهواء، بس بنصحكم تحطوها بالبراد خلوها تسقع مزبوط قبل ما تحطوها فوق الاكل تبعكم. نحن هون ناخذ جاط منحط شوربة يلي عملناها، نرجع ناخد كفكير صغير وبدنا نقدم. نرجع نسكب شوية شوربة دير من دار الصحن. نرجع منحط الشرحات الأصغر من البندورة. نرجع آخر شيء بنحط، ما قلنا قلب ناكلها، كم ورقة حبق. ليه قدمنا بشعة؟ إيه لأنها حلوة. هيك بيكون صار عنا طريقة حديثة ناكل فيها السلطة الكابريزي اللي كلنا بنطلبها وكلنا بنعرفها. هيدا الشيء ما بيمنع أكيد نحط ضربة بهار. ضربة ملح؟ لا تكرم عينك. ورشة ملح. رجع نرش شوي. وهيك بيكون صار عنا شوربتنا. أكيد فينا نعبي أكتر أو أقل. فينا كمان ندعمها مع بندورة تانية، بس تنذكر أكيد المكونة الأساسية هي البندورة. وتمام الموتزاريلا تزعل منا كمان فينا نقطع شقفة صغيرة ونزيدها على الوج. ساعتها بنزيدها على الوج. صحيح. هلا عن جد ما قلنا قلبها ناكلها، بدها تتفشكل كلها. هلا صار عندنا صحن خارج مطعم مثل ما شفتوا انعمل معنا بكل سهوله. اوكي اوكي جريت. هيدا ابتكار صغير. هلا بنرجع للدجاج تبعنا. يامي. هلا صحن مع بكره هون عم بيتمشى. ايه طبعا راح لحدي انا ولما. لا ما تخافي ما تخافي، هلا بنرجعه. بعدين راح اختفى. لا لا حب البراد، هلا بنرجعه. حب البراد. اوكي هلا بهالدقيقتين الباقيه في عنا لكان الجيش تبعنا فينا نقول شبه استوى. بنحط له العسل تنسمكه. العسل اكيد رح يعمل له يعطيه هالملمس السميك الحلو.
ما نكتر كمان تما يكون عندنا شيء كثير حلو. مظبوط. ساعتها نتحلى من وراه. مش هيدا ابدا الهدف. جاتو بالدجاج. جاتو بالدجاج. ايوه بهالوقت بهالدقيقة أو دقيقتين قبل ما نشيل الدجاج منجيب الساندويشات اللي عملناها على بكره. ما نرجع نحكي عنهم؟ طبعا. يلا أنا تمركزت. لكن ساندويشات الصومون عملناها، عملنا أول شيء كريم بالكريم فريش أو الكريم الطازة، حطينا كمان جبنة معزة أو جود تشيز، حطينا معجون الكما، رجعنا حطينا شوية لايم، قصة لايم، رجعنا خفقناهم مع بعضهم مع رشة ملح، رشة بهار، أكيد عجنا إنه مدينا هالعجين هالمعجون إذا بتفضلوا على الخبزة، حطينا الصومون، حطينا كبار مفروم ناعم، حطينا كمان فليفلة صفراء، حطينا شوية خضار، نحن اليوم نقينا خس الفريزي، فيكم تنقوا حيلا خس، رجعنا طبقنا ساندويش. هلا فيكم تحطوا بس من ميلة من ميلة وحدة معجون، فيكم تحطوا ميلتين. جود. اوكي؟ حطينا كمان بقلب قرطاس شوية صلصة، أكيد ما بيمنع نزيد شوية كريمة. اوكي. اوكي؟ ليلي بده ليلي بده تكون دسمة أكثر. أيوة مظبوط. الدجاج كيف بدنا نقدمه لأن بعد معنا كاس صابون؟ يلا، الدجاج جبت أنا هيدي بتشبه شوي يلي بنشوفه بالمغرب. بالمغرب بايطاليا بكل البلدان ما بيحبوا كثير يتفزلكوا بالتقديم، بيحبوا يضلهم هيك بسيطين كثير لانه مهم الطعمه انه كمان ايه، وعدا عن هيك انه وقت عندك الوان حلوه مثل هون مزبوط ما في داعي لتفنن كبير كثير. جريت سو كرمال هيك بس هيك صح. شيف فريد مرسي لك، حطوا هيك ميرسي لك، نشوفك بكره على الاراد ان شاء الله يا رب. ايه اوكي ثانك يو. مع وصفات طيبة كثير على فكرة بكره، كثير طيبة كمان بس سربريز ولا فينا نعرف شيء؟ سربريز طيب يلا اوكي. بنشوفكم بكرة الساعة 10. I've been roaming around always looking down at all I see. Painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody.